بينهم كيمياء ولايقين على بعض، والمتابعين عايزينهم يرتبطوا ومقضيين الكواليس ضحك وهزار وفيديوهات تيك توك. فيا ترى الصداقة بين أميرة أديب وأسامة الهادي ممكن تتحول لحب؟ كيمياء واضحة بين الفنانة الشابة أميرة أديب والفنان أسامة الهادي في كواليس تصوير مسلسل وبيننا معاد الجزء الثاني، فواضح قد إيه إن في صداقة وعلاقة كويسة بينهم خلال تصوير المسلسل، لدرجة إن المتابعين توقعوا إنهم ارتبطوا أثناء تصوير المسلسل. فيا ترى إيه الحكاية؟ وهل فعلا مرتبطين ولا مجرد صحاب؟ البداية كانت مع إعلان أميرة أديب عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل وبيننا معاد بدل من الفنانة الشابة داليا شوي. وبحكم ان الفنان الشاب أسامة الهادي هو كمان مشارك في المسلسل، فالتصوير دايما بيجمع أميرة وأسامة مع بعض، وده خلق ما بينهم كيمياء وعلاقة صداقة وتفاهم. فلاحظ الجمهور ان أثناء الكواليس والراحة دايما أميرة وأسامة بيكونوا في مكان واحد وبيحبوا يهزروا مع بعض وكمان يعملوا تيك توك مع بعض دايما، لدرجة ان المتابعين كلهم بقوا شايفين انهم لايقين على بعض جدا، خاصة بعد ما ظهروا في لقاء مع بعض. ولاحظ الجمهور والمتابعين ان أسامة ما نزلش عينه من على أميرة أديب، وان نظراته ليها كان كلها إعجاب، فتوقعوا ان الصداقة دي ممكن تتحول في يوم من الأيام لحب، بالذات انهم لايقين على بعض وبيبقى واضح التفاهم بينهم في الفيديوهات اللي بيطلعوا فيها سوا، خاصة ان أميرة أديب ليها شخصية مميزة وجذابة. فأميرة شابة اتولدت في عيلة فنية، والدها المخرج عادل أديب، أما والدتها الممثلة منال سلامة، وخالها الفنان شريف سلامة، أما عمها فهو الإعلامي الكبير عمرو أديب. أميرة زيها زي أي بنت اتولدت في عيلة فنية أرستقراطية، درست في مدارس أجنبية في مصر، كانت شغوفة وحابة التمثيل جدا بحكم نشأتها في عيلة فنية، سافرت إنجلترا ودرست الإخراج والتمثيل، وبعدها قدرت تاخد منحة علشان تكمل دراستها في لوس أنجلوس، لكنها قررت ترجع مصر بعد 3.5 سنين، وبدأ يكون لها وجود على السوشيال ميديا من خلال التفاعل مع المتابعين بسبب شخصيتها المميزة. فبتحاول طول الوقت تعمل حاجات مختلفة وتكون متواجدة على الساحة الفنية من غير دعم عيلتها، فظهرت لأول مرة في مسلسل مين قال، ووقتها دفعت أميرة عن نفسها بأنها ما دخلتش الفن بواسطة، وقالت أنها متفهمة أن الناس ممكن تكون شايفة كده حتى لو أنا داخلة بالواسطة، مع أن ده مش حقيقي، لكن بحاول أثبت نفسي عشان الناس تقول البنت دي تستحق، بجد عملت حاجات كتير من غير ما الناس تعرف أهلي مين وكوني من أسرة فنية والحمد لله. حاليا شاركت أميرة كمان في الجزء الثاني من مسلسل وبيننا معاد، اتعرفت على أسامة الهادي. فترى ممكن الصداقة والكيمياء اللي بينهم تتحول لقصة حب زي ما شفنا في حالات كتير في الوسط الفني، ولا الصداقة اللي بينهم هتفضل صداقة؟ هنشوف.